أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل الدنو من الإمام يوم الجمعة في الصف الثاني وإن كان في الصف الأول فراغ من جهة يمينه أو شماله؟ الأفضل تكميل الصف الأول فالأول، واليوم بواسطة مكبرات الصوت صار الحمد لله كله سواء يسمع الصوت ولو كان في آخر الصف. الأفضل من كمل الصف الأول. نعم.